مكتبة خزانة تجاحظ من المكتبات القديمة في عمان ومعلم من معالم عمان الثقافية، نشأت في القدس وانتقلت لعمان، تنقلت في أكثر مكان، وكانت مكتبة إلى تجربة في التنقل. انتقلت في بدايتها كانت في الكرك وانتقلت للقدس مع جدي، وهناك كان خزانة تتنقل في حواري القدس وفي المناطق القديمة في البلد القديمة في القدس، في باب العمود، في الحائط، خزانة حائطية. علماء ومشايخ القدس أطلقوا على جدي لقب الجاحظ لارتباطه بالكتاب ولحبه للقراءة وللعلم. طبعا استشهد جدي في القدس، فيما بعد استمر والدي بإدارة المكتبة، تصاوب في الجيش العربي في حرب 48 وفقد ساقه، وعلى أثر انتقل لعمان. طبعا في إرادة ملكية سامية بدأ خزانة الجاحظ في وسط البلد، في وسط المدينة، وكان لها تجربة أيضا في التنقل في وسط عمان، تنقلت في أكثر من مكان في وسط البلد. هذا الشيء أكسبها شهرة وأكسبها يعني أجيال من الرعيل الأول أنه مرتبط بالكتاب، حتى الشباب اليوم بترددوا لهذه المكتبة وبيستزيدوا منها علم ومعرفة، طبعا بأقل كلفة وبتبسيط سبل الحصول على الكتاب عبر طريقة التبديل والإعارة. طبعا طريقة الإعارة في مكتبة خزانة الجاحظ تتبع أسلوب التبديل، تبديل الكتاب. القارئ بيشتري الكتاب لأول مرة، بعد قراءته بيستبدله بكتاب آخر بقيمة بتتناسب مع قيمة الكتاب. طبعا الكتب مصنفينهم احنا فئات بالنسبة لأثمان الكتب، في بربع دينار قيمة تبديل، وفي قيمة تبديل بنصف دينار، وفي قيمة تبديل بالنسبة للكتب الباهظة بدينار. هذه أكسبت الشارع يعني القارئ الأردني وسيلة بأنه يستطيع الحصول على الكتاب بأقل كلفة، وما يعني ينقطع عن القراءة، لأنه العائق أمام القارئ العربي عموما هو عائق اقتصادي وليس عائق عدم حب للمعرفة وللقراءة. كثير رائعة، لأنه أنا من النوع اللي بقرأ كثير روايات، فرواية دائما بتكلف تقريبا من 5 إلى 6 دنانير، أما إذا يعني بدي أشتري تقريبا كل شهر 4-5 روايات بتكلف يعني مبلغ جدا هائل، ولكن عن هالمكتبة تقريبا الرواية بتكلفك 4 دنانير وتبدلها بأي وقت بدك إياه بدينار فقط، فهذا يعني بحفز القراء إنه يقرأوا أكثر روايات، بحفزك أنت كقارئ إنك أنت يعني ما تحط القيمة المادية عائق لقراءتك يعني. ويعني من وقت ما عرفت هذا المكتبة وعرفت إنه الشغلة اللي بتعملها صرت دائما إجي عنده واشتري وبدل يعني، وما شاء الله تعامله جدا رائع. تنشئ كشك ويوفر للناس انها تدفع مبالغ بسيطة، يعني هي بصراحة فرصة قوية، لانه الناس بتضل يعني تبدل الكتب وتاخذ كتب باستمرار. الاشي الحلو كمان ان الكتاب مجرد ما خلصت منه ممكن ترجع يعني تعيده للمكتب للكشك هذا، وبنفس الوقت هو يعمل لك ديسكاونت يعني خفضل لك السعر. هذا كمان يفسح فرصة ان الكتاب يكون متداول باكثر من شخص، لانه في العادة الناس تقرا الكتاب يمكن مرة او مرتين بس مش اكثر يعني. هلا نحن يعني نتمنى انه مستقبلا نصير كمان الكتب يعني كيف يعني اول شيء تتكرر هاي التجربه اكثر من مكان حتى تفسح تكون قريبه لمتناول ايدي الناس. الشيء الثاني نتمنى انه كمان تصير مجالات انواع نوعيه الكتب يعني تكون كل الابواب تطرقها، يا ريت كمان تصير في كتب علميه بالذات لطلاب الجامعات يعني تفسح لهم فرصه اكثر انهم يتناولوا الكتب يدرسوها يقراوها يرجعوها برضه بسعر يعني توفيق للجميع.